أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن مملكة البحرين تمتلك الكثير من قصص النجاح المتميزة التي يجب أن تأخذ حيزها في وسائل الإعلام. جاء ذلك خلال مداخلة سعادة وزير شؤون الإعلام في جلسة عمل برنامج التوازن المالي وتحويل التحديات إلى فرص تحقيقا للتطلعات الحكومية ضمن أعمال الملتقى الحكومي 2018 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث أشار سعادته إلى أن الإعلام يبحث عن المعلومة وهو ما تمتلكه البحرين بتجربتها الرائدة وإنجازاتها التي يشهد لها الجميع في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، مشددا سعادته على أن هذه المكتسبات الوطنية يجب استثمارها في وسائل الإعلام المحلية والدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أشكر سمو ولي العهد أن أتاح لنا هذه الفرصة للحديث مع القيادات في الحكومة كلها. ما في شك بأن الإعلام يبحث عن المعلومة والخبر الإيجابي لصدى أكيد إيجابي، ولكن في نفس الوقت هناك عمر افتراضي لأي خبر. في ظل التدفق الهائل للمعلومات اليوم أصبح وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت طبعا في نشر كثير من الأخبار سواء كانت الإيجابية والسلبية، وللأسف مثل ما تشوفون الخبر السلبي أكثر انتشار. إذا كان هناك في تحدي هو كيفية إيصال المعلومة، كان هناك في خلط للورق في الفترة الماضية، كان هناك من يحاول يوصف المشهد الاقتصادي في البحرين من خلال الحديث عن العجز في الموازنة العامة، وهذا غير صحيح. احنا ولله الحمد البحرين الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون، البحرين مكانة عالية في الحرية الاقتصادية، جميع القطاعات عندها قصص نجاح كبيرة. انت حدثنا عن الخدمات المالية، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، الخدمات اللوجستية، النفط، السياحة، الصناعة، كلها عندها الكثير من قصص النجاح. الروح الإيجابية اللي سمعناها في مؤتمر الرياض، كلمات سمو ولي العهد كانت دافع كبير للجميع. اليوم الأرقام اللي سمعناها كلها هذه قصص نجاح يجب أن تستثمر، وهذه تحمل كل مسؤول في الحكومة بأن اليوم لا تنتظر أن الصحفي يتواصل معك على أساس يأخذ منك المعلومة. ترى وكالات الأنباء اليوم تصلها الكثير من المعلومات. إذا أنت ما تواجدت في هذه الساحة وعطيت الخبر راح تسمع خبر تضطر أنك أنت تبرره أو تنفيه. فلله الحمد احنا فخورين، ودائما احنا نقول أن لغة الأرقام أكثر فصاحة. المقارنة اللي ذكرها سمو ولي العهد أن احنا ضاعفنا 10 مرات استثماراتنا، استقطاب أكثر من 76 شركة رقم جدا كبير. اليوم المستثمر يبحث عن فرص استثمارية ولله الحمد إن شاء الله موجودة في البحرين، يبحث عن تشريعات تضمن لهذه الاستثمار، ولله الحمد احنا اليوم في خطوات جدا متقدمة في هذا المجال. ف كل خبر إيجابي راح يخدم الـ أي مشروع تقوم فيه الدولة. فنتمنى أن اليوم ننتهز مثل هذه الفرص ونحاول أن نسوق البحرين بطريقة غير مبالغ فيها. ثقافة البحريني دائما يعمل بصمت. أنا أعتقد اليوم في ظل هذا التدفق الهائل من المعلومات نحتاج أن نكون عندنا شيء من الإيجابية ونحاول نتواصل مع جميع الوسائل.